أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في مؤمن في يوم قط إلا دخل الجنة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يحاولون في كل يوم أن يطعموا مسكينا. من باب التأسي بهم نحن فكرنا أن نعيش وإياكم هذه الفرحة، فرحة إطعام المساكين. نتكلم عن عمل عظيم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في بداية البعثة واللي حبب الناس فيه. كان من طبيعته أنه يطعم الطعام. كان إذا رأى فقيرا مسكينا لو ما عنده يروح البيت يدور أي شيء، أي شيء. إطعام الطعام بالنسبة له سنة نبوية، عادة أسرية، كل أصحاب تعودوا على أن الفقير إذا جاء ما يردونه، السائل ما ينهر، يطعمون الطعام على حبه. شنو يعني على حبه؟ أنا الأكل أحبه ومشتهي أكله، فيسألني الفقير فأعطيه. مو أي أكل، أنا عندي وجبتين، وجبة مشتهيها وجبة عادية، فجاءني الفقير يريد طعاما لا تعطيه من الوجبة العادية، أعطيه من الطعام الذي تحبه. كان ابن عمر أحب الطعام إليه السكر، السكر هذا غالي كان عندهم، وكان يسوي منه طعام يحبه يشتهيه، لكن إذا جاء الفقير لا يعطيه إلا من هذا الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أحد السلف كان صائما وقرب إليه طعام الفطور، فسمع وراء الباب فقير يمشي، فقير يمشي نادي: من يقرض الغني الملي الوفي؟ من يقرض الغني الملي الوفي؟ من الغني؟ الله. الفقير يقول: منه يقرض الله سبحانه وتعالى؟ يعني هو فقير بس ما يقول أنا فقير. واضح الكلام، واضح الكلام. يمشي المسكين وينادي، وهذا الرجل صايم ويايبين الفطور، فنادى الخادم اللي عنده قال: شنو هذا؟ قال: هذا فقير. قال: أحمل فطوري كله إليه. حلو أنك توصل الصدقة بإيدك، حلو أنك تعود أولادك، حلو أنك اليوم تجمع، لما قاعدين اليوم مع الوالدة والوالد وإخوانك وخواتك، الأسرة قاعدة في البيت، قل لهم: ايش رايكم يا جماعه، ترى في مشروع اطعام الفقراء، اطعام المساكين، اللي بجيبه شيء يدفع. ليش صاير اليوم؟ شنو اكو شيء؟ اليوم رمضان، اليوم الاجر عظيم، اليوم الخير كبير، المنادي ينادي، ابواب الجنه مفتوحه. ما تبون الجنه؟ المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه يطفئ غضب الرب. اجمع من هذا كم دينار، ومن هذا 10، ومن هذا 20، جمع لك مبلغ وروح اقرب لجنه زكاه، اجعل اليوم للفقراء والمساكين من أعظم الأعمال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. بشريات أزهرت فوق الهضاب، وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها، وابتسمت في الأرواح الشباب. بشريات أزهرت فوق الهضاب، وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها، فابتسمت بالأرواح الشباب. يا شباب الخير يا ركب العلا، حققوا للدين آمال الطلاب، بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد ارتقاب. يا شباب الله يبارك فيكم، آمين. ربي يبدأ عليكم على سبوبكم.
ربي يبارك لك اخويا، مرحبا بك. ربي يستر. أنتم آلامها من كل باب، جد إبليس الهوى في غيه، يملأ الأفق بشر وتباب. ملأ الشر الدنا من حولكم، فاملأوا الكون بخير مستطاب. إن سعى قوم إلى لذاتهم، فانفروا لله كالأسد الغضاب.